أحضروا طعم المستقيم في هذه القضية بسيطة. اسمنا الشيعة. الشيعة مذهب من المذاهب الإسلامية، إلا أنهم قد اختلفوا معنا في أمور شديدة لم نقبل أن تمر هكذا. الشيعة اختلفوا معنا في قضايا، أولها قضية تعبيرهم بتحريف القرآن. ففي كتبهم خاصة في القرون الماضية استعملوا هذا التعبير أن القرآن محرف. كلمة محرف عندنا أي أن هناك نسختين، ونحن لم نرى نسختين للقرآن. هذه النسخة التي معنا، لم نرى النسخة المقابلة التي قد حرفت عنها، أو النسخ لم نرها. القرآن هو القرآن منذ عهد النبي وإلى يومنا هذا. يدل على ذلك المصاحف المنتشرة في كل مكان، في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب. وحاول الألمان أن يتلقفوا هذا الكلام من الشيعة، فأنشأوا قبل الحرب العالمية الثانية معهدا كبيرا جمعوا فيه 40,000 نسخة مصحف، واشترطوا أن تكون من أزمان مختلفة ومن أماكن مختلفة، وصح لهم هذا. وجلسوا يبحثون في المقارنات بين هذه النسخ، فلم يجدوا فيها شيئا من التحريف. ولما انتهوا من أكثر من 80% من هذه 40، أخرجوا تقريرا في اللغة الألمانية حفظ بالمكتبة الوطنية ببرلين، وهذا التقرير يثبت أنهم قد انتهوا، أنهم قد أولا جمعوا هذه النسخ وأنها بلغت 40,000، وأنهم انتهوا من المقارنات، وأنه لا يوجد بينها إلا ما يوجد في أخطاء النساخ. يعني لا ريب فيه، مكتوبة لا زيت فيه. ما معنى لا زيت فيه؟ لا معنى له، وليس هذا تحريف أصلا. هذه نقطة سقطت ولم يلتفت إليها راعيها. عذابي أصيب به من أشاء، فوجدوها من أساء، ولكن وجدوها من أساء. إذن هي من أشاء، لأنها لو كانت أساء كانت فتحة. فهم مدركون أن هذا ليس تحريفا، وأن هذا على قبيل خطأ النساخ، ووضعوا هذا التقرير في برلين في المكتبة الوطنية ببرلين، وهو محفوظ إلى اليوم هناك. ومن قدر الله ولله أقدار وحكم، جاءت قنابل الحلفاء فضربت هذا المعهد بالذات وأحرقته بما فيه من النسخ. لماذا؟ الله أعلم. نعلم يوم القيامة، يخبرنا الله إيش اللي حصل، إيه في حاجة حصلت هنا جعلت ربنا يخسف بيهم الأرض. لكن التقرير موجود إلى يومنا هذا. إذن فتحريف القرآن كلام صعب لا نقبله. ثانيا، قضية سب الصحابة الكرام، فإنهم يعني في كتبهم الأولى